عودة إلى الأخبار، ذكرت وكالة الأنباء السورية رسميا أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة شن غارة جوية يوم السبت على بلدة هجين في محافظة دير الزور، ما أسفر عن مقتل 15 مدنيا وإصابة آخرين بجرح، وأكثر الضحايا من الأطفال. أشار التقرير إلى أن التحالف الدولي انتهك سيادة سوريا بزعم مكافحة الإرهاب، حيث شن أعنف الهجمات الجوية خلال الأشهر القليلة الماضية على بلدة هجين، وهو ما قوبل بإدانات من الجانب السوري. وفي 29 من أكتوبر الماضي، كررت وسائل الإعلام السورية تهمتها للتحالف الدولي بإلقائه قنابل فوسفور الأبيض على المناطق السكنية، بينما نفى الأخير هذه الاتهامات.